بعد تغريدة زعيم التيار الصدري التي أفاد بها انسحابه من العملية السياسية، خرج المئات من أنصاره ومعهم عدد من أبناء تشرين فضلا عن بقية المواطنين في محافظة ذي قار، حيث جابت هذه المجاميع شوارع المحافظة وأغلاق عدد من الدوائر الحكومية على رأسها مبنى المحافظة. خيرات العراق نهبت، ثروات العراق، حدود العراق منتهكة، هذا كله بسبب الحكومات التوافقية، حكومة التي يسعى إلى إعادتها الآن الإطاريين التبعيين الولائيين. لذلك نحن كشعب خرجنا هذا اليوم نطالب بإسقاط هذه العملية السياسية بشكل كامل. حقيقة ما بين قرارين، قرار اعتزال السيد مقتدى للعمل السياسي والقرار اللاحق اللي هو يعني سحب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وإنهاء الحراك الاحتجاجي اللي هو يعني كان شهد أحداث يعني دموية خلال اليوم الاثنين. هذا بالتأكيد هذان القرارين يعني كانت على مفصلية يعني في هذه التوجهات، يعني البلد كانت في هذه الأزمة على كف عفريت حقيقة، وكان تدخل السيد في اللحظة الحاسمة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في الحنانة داعيا فيه إلى انسحاب ثوار عاشوراء من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة والالتزام بالسلمية بعيدا عن الاقتتال، حيث لاقى استجابة كبيرة من قبل مناصريه وانسحابهم من أماكن تواجدهم تلبية لنداء الصدر. بعد مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من المنطقة الخضراء وباقي المحافظات، الآن الوضع هادئ في ذي قار، وطاعة من قبل أتباع التيار الصدري لسماحة السيد مقتدى الصدر، والآن الوضع في ذي قار وضع هادئ. الحقيقة الآن ما بعد خطاب السيد وبعد الانسحاب ماذا يمكن أن يقدمه الإطار التنسيقي بممادرة سياسية لحلحلة الواقع السياسي المسدود والحرج بصراحة. ترقب وحذر شديد من قبل المواطنين والخوف من الانجرار وراء الفتنة والاقتتال الداخلي عاشها الشعب العراقي، ولا زال في ذاكرتهم تتوارد الأفكار: الاستقرار أم الفوضى؟ من ذي قار علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.